ولي الشرف ان انا اشتغلت مع كابتن حسام، من الشخصيات المحترمه جدا، ولغايه من اسبوعين كنا على اتصال ببعض. هو تمام. دايما بيبارك لي لما بنكسب، وانت وانا باركت دايما له وانا تجربه ب... الزوراء. طبعا 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 باركت له، طبعا بتمنى له التوفيق، لان هو عرف طارق مصطفى وشخصيه طارق مصطفى لما اتعامل معايا بعد كده في متاخر. البدايه. بصراحه، بس اي حد تجيب الكابتن حسام تساله، اكيد هتجيبه انت مرات كتير، ارمي له السؤال بس، قول له بس طارق مصطفى، سيبه هو يكمل يعني. ليه؟ لان انا دايما تعرف ما بحبش الزور الكتير، انا من النوع اللي يعني، ولكن كان في فتره كانت كلها حب واحترام بيننا كلنا كجهاز وبين الكابتن حسام طبعا، وانا اشوف ان كانت الفتره كمان دي ناجحه. فلما تمسك مع الكابتن حسام البدري اللي هو عمل انجازات كبيره جدا للكره المصريه مع النادي الاهلي ونتائج كبيره جدا، وكابتن طارق يحيى زي ما انا قلت، والكابتن حسن شحاته طبعا.